مرحبا. أول شي في كم تحليل لازم ترجع تعيدهم وعم استناك المسا. أنا كنت حابب أسألك سؤال، منقدر نأجل القسطرة لبكرة؟ يعني بظن ما رح موت إذا أجلتها شوي، ما هيك؟ يفضل تاخذ الموضوع بجدية أكبر. لأني أخذ الموضوع بجدية عم بسألك، حابب أقضي وقت أكبر مع الناس يلي بحبهم. أستاذ جينك، بقدر المخاوف اللي عندك، بس كل ما تحركنا أسرع بيكون أفضل. يعني المنطقة خطيرة صراحة، والحق معك تخاف شوي، بس نحن عاملين هالعملية كتير قبل وما رح تصير أي مشكلة. لازم ترتب أولويات حياتك، هالشي بيجبرك إنك تضحي أو بحطك قدام مفترق طرق وبتضطر تختار. طبعاً هذا قدرك بالحياة. طول حياتي لما كنت واجه موقف صعب كنت وقف بين خيارين، حياتي وراحة بالي أو سعادة الناس يلي بحبهم. كنا أنا وبابا رح ننصبك، بس بابا راح. بصراحة أنا حلمي هلأ عم شوفه قدام كل الناس اللي بحبهم وبوثق فيهم صاروا حوالي، وضل عم أتخيل هاي الشي لقدام رح يكون مفاجئ بالنسبة إلي. متفهمة هي المخاوف أستاذ جينك. أستاذ جينك، ما رح أقدر أجي اليوم. في طفل صغير عنده أمنية لطيفة حابب حقق له إياها هو والإنسانة اللي بحبها، ما بدي أجلهم، ما رح أقدر. إيه بس هلأ أولوياتك لازم. أولوياتي هي هدول الاثنين. موعدنا الثلاثة الجاي مشان نشيل القطط. كون صرت برات البلد ما بقدر، عادي إذا شلتهم هنيك ما هيك؟ عادي طبعاً، ما أنا مشكلة. يسلموا، يعطيك العافية. شرفت. طيب آخر سؤال لو سمحتي، في حدا تعافى من هالمرض قبل ولا لا؟ يعني قليلي إذا ما في حدا شفي من قبلي، ليش لأعمل قسطرة ومسطرة وهالقصص هاي؟ عم تمزح طبعاً ما هيك؟ شو متوقع أتقبل القصة ببساطة؟ إنك ما تتقبل الموت شي طبيعي، بس ما تتقبل وضع مرضك وعلاجك هالشي مانو منطقي. أستاذ جينك، نسبة نجاح العمليات اللي بتنعمل لهي الحالات عالية، بكفي إنك تجي بكرة وإنت بخير وخلي الباقي علي. برأيي لازم تخبر عيلتك عن وضعك، لازم يعرفوا نتيجة الحادث تبعك. جينك، شو عم تعمل هون قدير؟ يلي سمعته كان مزبوط؟ جد بدك عملية بسبب الحادث؟ بقلك خليك بعيد عنا ولا تقرب منا، بلاقيك وراي ولاحقني على الخطوة. جينك اسمعني، هذا الحادث صار بسببي أنا بالنهاية. طيب سواء كان بسببك أو لا، شو بدها تفرق يعني؟ عندك حل شي؟ لا، إنك تضل قريب منا هذا الشي عم يأذينا، فهم بقى؟ اطلع من حياتنا إذا بتريد.